آخر اتقال هو مهم جدا، مش نحاولوا نفهمه مع ضيوفنا، لكن قبل هيك مع بعضنا نتابعوا ما أهم ما جاء في هذه الندوة الصحفية. أكثر من 100 جمعية خيرية كانت واجتماعية ناشطة في المجتمع المدني مصادر تمويلها غير معلومة ومتورطة في تمويل ودعم الإرهاب، حسب ما صرح به كاتب عام مساعد نقابة الأمن الجمهوري لحبيب براجدي. كما صرح أن لديه وثائق إثبات تورط العديد من القيادات على غرار والي تونس السابق عادل بن حسن ومدير عام إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حاليا في الاستيلاء على 174 ألف دينار من مال التنمية وتشغيل فائدة مصالحه الشخصية حسب تعبيره. من جهته اتهم كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي وزارة الداخلية بإتلاف أرشيف البوليس السياسي سنة 2012، واتهمها أيضا بعدم جديتها في فتح تحقيق جدي حول هذه المسألة رغم إلحاح نقابة الأمن الجمهوري. هذا وقد وجه أعضاء نقابة الأمن الجمهوري نداء للسلطة المعنية بفتح تحقيقات جدية لمعرفة مصادر تمويل هذه الجمعيات ونشاطها. ساعات نفهموا مع بعضنا سي محمد وسي الحبيب، الفيديو اللي كنا نراو فيه في هذا التقرير هو عملية إتلاف الأرشيف اللي كان في وزارة الداخلية، هل هذا الفيديو مؤكد وإلا لا، واللي هو بتاريخ 21 مارس 2012 وإلا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفيديو مؤكد، صوروا زميلنا وعضو في المكتب التنفيذي وقدموا لوزارة الداخلية لأني فتحت فيه بحث نوعا ما شكلي أو رمزي، بل عاقبوه ونقلوه ووقفوه على الخدمة 6 شهور، وذلك لاعتبارهم لأنه هو تجاوز صلاحياته في تصوير فيديو مثل هذا، واللي ما هي اتصل بنا الزميل هذا والتجأ لنا وكان من الراغبين في العمل النقابي، أخذنا من عنده الفيديو، تأكدنا من جديته، تأكدنا من الأخبار اللي جابهولنا بالصوت وصورة. الزميل كان يسمي في الأسماء بمسمياتها في الفيديو لو كان سمعتوه، كان يسمي في المديرين العامين وفي المديرين المشرفين على الإتلاف متاع الوثائق بالاسم. ما رأنا كان وزارة الداخلية ما أخذتش الموضوع بالاعتبار الجيد والكيس اللي كنا نجم نتعامل معاه، فهمتني؟ هذه وثائق رسمية ممنوع عليهم باش يتلفوها إلا بأمر قضائي أو بالتنسيق مع الأرشيف الوطني. زميل مستعد للبحث ولو الامتثال أمام التحقيق، نجموا ثبتوا في الفيديو بالصوت يسمي في المديرين العامين بالاسم اللي مشرفين على الاتلاف تاع الفيديو، لكن ما رأنا كان وزارة الداخلية ما شفناش منها حتى. بالنسبة لموقف وزارة الداخلية خويا محمد، معناها لا نفات ولا أكدت صحة هذا الفيديو، معناها كانوا حسبت روحها ما في بلاش، ما كانش موقف، ما صدرش موقف عليها رسمي. والله لو كان وزارة الداخلية كانت تنجم تكذب، لو كان جا الفيديو غلط والخبر غلط كانت تنجم تكذب. هذا دليل الصمت نتاع وزارة الداخلية، لأنه الفيديو هذا هو فيديو صحيح وإحنا متأكدين اللي هو فيديو صحيح وتم فيه البحث على صعيد التفقدية. الزملاء اللي أتلفوا الفيديو يعاقبوا بتوبيخ، والإطارات اللي أشرفت على الإتلاف نتاع الوثائق بدون موجب ما يتعاقب حتى واحد، بل يعاقبوا الزميل اللي أعلن عليهم. ولا نحب أن نعطي إضاحة اللي ما كانهاش في الندوة، اللي الكمية نتاع المحجوز نتاع الوثائق اللي أتلفت هي 3 طرانت ونص. الشيء هذا موثق في المعمل نتاع الخضره نتاع الكاغد هذاك اللي اتلفوا فيه الوثائق. الزميل المستعد قال لك باش نتثل قدام التفقديه القضاء، نطالبوا من وزاره الداخليه بتوضيح. واضح. على كل كي نحكيوا على 3 طن ونصف من الورق، معناها كميه كبيره برشا من الملفات.